بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم أن نلقاه. وبعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذه اللقاءات التي سنعيش فيها سويا حول موضوع من المواضيع التي يحتاج إليها طالب العلم أثناء رحلته. وهذه اللقاءات تأتي تحت عنوان منهجية التعلم أو خريطة العلوم. العلوم عندما يأتي الطالب لدراسة علم من العلوم تعترضه معوقات وعراقيل. تعترضه إيش؟ معوقات وعراقيل. كيف يدفع الطالب هذه المعوقات وهذه العراقيل عن نفسه حتى يسير في طريقه لطلب العلم على منهجية وعلى أسس قويمة تصونه من الوقوع فيما يعرقله أو فيما يعوق هذه العملية، أو لكي يكون هذا التعلم أو هذه الرحلة على بصر، على بصيرة وعلى وعي وعلى نور ووضوح. نريد في هذا اللقاء أن نتعرف على عدة أسئلة تنشأ في الأذهان وتحتاج لجواب. من هذه الأسئلة سؤال يقول: من أين نشأت العلوم؟ وكيف نشأت العلوم؟ ولماذا نشأت العلوم؟ يبقى إذن عندنا أسئلة إيه؟ ثلاثة. السؤال الأول: من أين نشأت العلوم؟ وكيف نشأت العلوم؟ ولماذا نشأت العلوم؟ إذا عرفنا هذه الأسئلة الثلاثة انطلقنا إلى سؤال آخر يسأله الطالب: ماذا أدرس؟ ولماذا أدرس؟ وكيف أدرس؟ أو ماذا نتعلم؟ ولماذا نتعلم؟ وكيف نتعلم؟ لكن الإجابة على هذه الثلاثة تتوقف على معرفة الثلاثة الإيه؟ الأولى. ليه؟ للبصيرة، لزيادة الإيه مولانا؟ لزيادة البصيرة، لكي يكون الشروع على إيه؟ على بصيرة. طيب، هيا بنا نعيش مع السؤال الأول الذي يقول: من أين نشأت العلوم؟ من أين نشأت الإيه؟ العلوم. الله سبحانه وتعالى خلق كتبا ثلاثة. هذه الكتب هي كتاب الله المنظور، وكتاب الله المسطور، وكتاب الله المقدور. الكتاب المنظور هو الكون، والكتاب المسطور هو الوحي، والكتاب المقدور هو الإنسان. وهذه الثلاثة هي مصادر المعرفة عند المسلمين، هي مصادر المعرفة عند مين؟ عند المسلمين. ولذلك عندما نظرنا في بعض النماذج غير الإسلامية وجدنا أن بعضهم يقول: مصادر المعرفة العقل فقط، وبعضهم يقول: مصادر المعرفة الحس فقط، وبعضهم يقول: العقل والحس معا. طيب، علماء الإسلام: العقل، الحس، الخبر المتواتر اللي هو الايه؟ النص. هذه الثلاثية، ولا تعارض بين هذه الثلاثة. لماذا لا يوجد تعارض بين هذه الكتب الثلاثة؟ لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا الكلام؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وده هذا عالم الايه؟ الخلق.
الكتاب المنظور الأكوان. نون والقلم وما يسطرون، وبعد إيه؟ الكتاب الإيه؟ المسطور. مفهوم؟ خلق الإنسان من علق، ده الكتاب الإيه؟ المقدور. يبقى هذه الكتب الثلاثة من عند الله، فلا يوجد إيه؟ فلا يوجد تعارض بين هذه الكتب الثلاثة. لماذا؟ لأنها من عند الإيه؟ من عند المولى عز وجل. ألا له الخلق والأمر. فالأكوان من قبيل عالم الإيه؟ ها؟ الخلق. والوحي من قبيل عالم الإيه؟ الأمر. يبقى من أين نشأت العلوم؟ ها؟ نشأت إيه؟ بدايتها وانطلاقها جاء منين؟ من هذه المصادر ومن هذه الكتب الثلاثة. بدأ الإنسان يتفاعل مع هذه الكتب، الإنسان بدأ يتفاعل مع الكون وبدأ يتفاعل مع الوحي، فنشأت عدة أسئلة. يبقى العلوم النافعة جاءت لتجيب على هذه التساؤلات التي دارت في عقل الإيه؟ الإنسان، ما يسمى بالنموذج الإيه؟ النموذج المعرفي. من أنا؟ ومن أين جئت؟ وماذا أصنع هنا؟ وما المصير؟ النموذج المعرفي يحدد الرؤية ويحدد العلاقة بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين الكون، وبين الإنسان وبين الآخرة، وهكذا. ويعني كتب في هذا الموضوع الهام مولانا الإمام العلامة فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله تعالى في كتابه الماتع، وقال الإمام: النموذج المعرفي. هذا هو المنطلق. بدأ الإنسان يتفاعل مع نفسه: من أنا؟ أنا الإنسان المخلوق الذي خلقه الله وفضله على سائر مخلوقاته. بأي شيء فضل الإنسان؟ ها؟ بالإيه؟ بالعقل. نعم. طيب، من أين جئت؟ خلقني الله. والله خلق إيه؟ كل شيء. بإيه؟ مخلوق. طيب، ماذا أصنع هنا؟ ما هي وظيفة الإنسان في هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان في هذه الدنيا من أجل إيه؟ مقاصد. ما هي هذه المقاصد التي من أجلها خلق الإنسان؟ أولاً العبادة والتوحيد، ثانياً العمارة والتعمير، ثالثاً ها؟ تزكية النفس. ثالثاً إيه؟ تزكية النفس. يبقى هذه الثلاثية هي الوظيفة وهي المقاصد التي من أجلها خلق الإنسان في هذه الإيه؟ في هذه الدنيا. بعد ذلك عندنا أمر مهم جدا: ما المصير؟ ماذا بعد انتقالي من هذه الدنيا؟ يبقى إذن نحن نتكلم عن اليوم الآخر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا إيه؟ هذا هو النموذج المعرفي الإيه؟ الإسلامي. من هنا بدأت تنشأ جملة من العلوم تجيب على الأسئلة التي تتعلق بالمولى عز وجل وبالإنسان وبالوحي، أو بالكون والله والإيه؟ ها؟ الكون والإنسان والله، خالق الكون وخالق الإيه؟ الإنسان. والمحور الذي ننطلق منه هو الايه؟ الوحي. المحور الذي ننطلق منه هو الايه؟ الوحي. المنهجيه كانت مرتبه في عقول الناس وفي عقول الطلبه، لكن حدث بعض التشويشات، حدث بعض المغالطات، هذا يعني لاسباب تاريخيه، لاسباب سياسيه. بدات الملكات تضعف، بدات السليقه يعني ايه تضعف. نعم، لان العلوم كانت ايش؟ كانت في الصدور، ثم بعد ذلك انتقلت الى الايه؟ الى السطور. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، بدا الانسان يريد ان ينظر الى الكون. الكون هذا مكون من سماء وارض، نعم،
الأرض هذه يندرج تحتها النبات والجماد والحيوان. نعم، إذن الأرض لنا معها نظرة، فإذا أردنا أن ندرس بعض الجزئيات المتعلقة بالكون، أصغر الجزئيات كان لدينا علم اسمه علم الفيزياء، وإذا نظرنا إلى شيء أكبر الكيمياء، ثم بعد ذلك مثلا نجد الأحياء. طيب إذا أردنا أن ندرس ما يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ندرس ما مثلا ما في داخل الأرض، تأتي علوم الجيولوجيا، ها؟ طيب إطار الأرض، يأتي علم مثلا الفلك أو ما فوق الأرض، الجغرافيا، يبقى هذا كله متعلق بالإيه؟ بالكون. وهذه الدائرة تسمى بدائرة العلوم الطبيعية، يعني حتى بعد ذلك العلماء استخرجوا من هذا التفاعل الذي تفاعله الإنسان مع الكتب الثلاثة، قالوا نشأ عندنا دائرة كبيرة تسمى بدائرة العلوم الكلية، دائرة العلوم الإيه؟ هذه الدائرة خرج منها، يعني عندما نمعن النظر ونسقط المكبر على هذه الدائرة الكبيرة وهي دائرة العلوم الكلية، نجد أنه قد خرج منها دوائر. الدائرة الأولى دائرة العلوم الإيه؟ ها؟ دائرة العلوم الطبيعية، تتعلق بقى بإيه؟ بكل ما يجيب على التساؤلات التي تتعلق بالإيه؟ بعلوم الإيه؟ بعلوم الكون، يعني علوم الطبيعة، علوم النباتات، علوم الحيوان. يعني الحيوان مثلا، عندنا حيوان نريد أن نعالجه، يبقى ده إيه؟ علم البيطرة. علم الإيه؟ ها؟ علم البيطرة. ولذلك هذه الدوائر نحن لا نريد أن نقف عندها كثيرا، لأن لدينا هدف محدد وهو دائرة العلوم الإيه؟ الشرعية. لكن نحن نعرج على هذه الدائرة ككل لكي نصل إلى الدائرة التي نريدها بالتحديد. مفهوم هذا الكلام؟ وهي دائرة العلوم الإيه؟ دائرة العلوم الشرعية. طيب، عرفنا أن هناك دائرة خرجت من دائرة العلوم الكلية تسمى بدائرة العلوم الطبيعية، وهي تتعلق بكل ما إيه؟ يختص بعلوم الكون، ويندرج تحتها جملة كبيرة من الإيه؟ من العلوم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب بعد ذلك عندنا دائرة تسمى بدائرة علوم ما وراء الطبيعة، اللي هي علوم الميتافيزيقية. مفهوم هذا الكلام؟ بعد ذلك دائرة ثالثة تسمى بدائرة العلوم الإنسانية. دائرة العلوم الإنسانية، أنا هدرس نفس الإنسان، يبقى ده هدرسه في إيه؟ في علم النفس. طب الإنسان مع غيره، يبقى ده علم إيه؟ الاجتماع. طيب الناس هم مجتمعين هيتعاملوا مع بعض، يبقى ده علم إيه؟ الاقتصاد. ها؟ طب الناس هم مجتمعين كده عايزين حاجة تنظم هذا التعامل وتنظم الحركة في عملهم وفي أشغالهم، يبقى ده علم الإدارة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب قوانين تحكم هذه المجموعات، يبقى ده علم الإيه؟ ها، علم السياسة. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب أرادت هذه المجموعة أن تدافع عن وطنها، بدي العلوم العسكرية التي تدرس في الجيوش. نعم، أرادت هذه الجيوش أن تدرس خطط للدفاع أو للهجوم، وهذا إيه؟ العلوم الاستراتيجية. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الشاهد من هذا كله أن هذه العلوم ما نشأت إلا لخدمة الإيه؟ ها؟ إلا لخدمة النص، إلا لخدمة الإنسان، لأن الإنسان هو إيه؟ هو المخلوق الذي فضله الله وكرمه الله بإيه؟ بالعقل، وجعله سيدا في الكون لا سيدا على الكون، جعله إيه؟ سيدا في الكون لا سيدا على الكون. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الدائرة الرابعة وهي دائرة العلوم الإيه؟ ها؟ أريد أن أسمع. دائرة العلوم؟ دائرة العلوم الشرعية. دائرة العلوم الشرعية اللي هي متعلقة بالإيه؟ بالوحي.
متعلقة بالإيه؟ بالوحي. الدافع وراء نشأة هذه العلوم هو أن الإنسان أراد أن ينقل هذا العلم الذي أخذه من رسول الله صلى أو الذي وصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يمنحه إلى غيره كما جاء أو كما أخذه. فنشأت العلوم لخدمة الإيه؟ ها؟ لخدمة النص، لخدمة الإيه؟ النص. وقد يكون هناك علوم داخلة في خريطة العلوم الشرعية ليست بشرعية، ولكن هي مساعدة باعتبارها مساعدة وموصلة لدراسة هذه العلوم، فسميت بهذا الإيه؟ الاسم، على سبيل مثلا المجاورة، ها؟ أو الوسائل تأخذ أحكام الإيه؟ المقاصد. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب، علوم الشريعة قالوا هي دائرة من دائرة كبيرة تسمى بدائرة العلوم الكلية، إلا أن هذه الدائرة عندما أمعنا النظر فيها وجدنا أنها قد انبثق منها دوائر. يبقى دائرة العلوم الشرعية، أنا عندي دائرة كبيرة اسمها دائرة العلوم الكلية. دائرة العلوم الكلية ديت من أين نشأت؟ نشأت من التفاعل بين الإنسان والكون والأسئلة التي دارت في ذهنه من خلال النموذج المعرفي الإسلامي، وهذا كله في فلك وفي إطار الإيه؟ ها؟ الوحي. لأننا لو شلنا، لو قمنا بحذف الوحي مثلا، ها؟ يبقى وصلنا إلى منظور أو إلى نموذج معرفي غير إيه؟ إسلامي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، جئنا إلى دائرة العلوم الكلية، وجدناها خرج منها دائرة العلوم الطبيعية وتحتها جملة من العلوم، ودائرة العلوم ما وراء الطبيعة وتحتها جملة من العلوم، ودائرة العلوم الإنسانية وتحتها جملة من الإيه؟ من العلوم، ثم دائرة العلوم الشرعية وهي التي تعنينا. دائرة العلوم الشرعية خرج منها دوائر ثلاثة. الدائرة الأولى تسمى بدائرة النص، دائرة الإيه؟ النص. والدائرة الثانية تسمى بدائرة علوم الواقع، والدائرة الثالثة تسمى بدائرة العلوم الرابطة. حاضر. يبقى دائرة العلوم الشرعية يخرج منها دوائر. الدائرة الأولى تسمى بدائرة علوم النص، الدائرة الثانية تسمى بدائرة علوم الإيه؟ الواقع، بدائرة علوم الإيه؟ الواقع. دائرة علوم النص يندرج تحتها جملة من العلوم، ودائرة علوم الواقع يندرج تحتها جملة من العلوم، وكذلك دائرة العلوم الرابطة يندرج تحتها جملة من العلوم. وهذا ما سنعرفه في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. طبتم وطاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.